أكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن الاستقلال ليس خيارا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية. وكتبت الصحيفة الأمريكية المرموقة في مقال نشر في عددها اليومي الأحد أن المسؤولين الأمريكيين الذين يتابعون عن كثب المحادثات بشأن قضية الصحراء صرحوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت بوضوح أنها لا تدعم مخططا بهدف إلى إنشاء دولة جديدة في إفريقيا. وبعد أن أشار كاتب المقال ديون نيسباراوم إلى أن الوضع الأمني في المنطقة يجعل تسوية النزاع أمرا ملحا، ووضع مقارنة بين موقف الأمم المتحدة الداعم لبعثة المينورسو وموقف بعض مسؤولي البيت الأبيض الذين يبدون نوعا من نفاذ الصبر حيال عدم إحراز تطور في العملية السياسية. واعتبر كاتب المقال أن أي محاولة للانحراف بالمسلسل الأممي عن مساره قد يثير نوعا من الاستياء وتزعزع الاستقرار في واحدة من أكثر المناطق استقرارا في العالم، في ظل تنامي بؤر التوتر وعدم الاستقرار عبر العالم. واعتبر كاتب المقال أن أي محاولة للانحراف بالمسلسل الأممي عن مساره قد يثير نوعا من الاستياء وتزعزع منطقة شمال إفريقيا. وصرح وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة للصحيفة بهذا الخصوص بأن المينوسو تخصص لها 52 مليون دولار للحفاظ على الاستقرار وعلى وقف إطلاق النار في منطقة صعبة للغاية. ونفت الصحيفة الأمريكية عن الوزير قوله أنه لم نسجل أي حالة وفاة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، مما يعني أن البعثة الأممية من أكثر بعثات حفظ السلام نجاعة على مستوى العالم. وأبرزت جريدة وول ستريت جورنال في هذا المقال موقف مسؤولين غربيين ومغاربة يؤكدون أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم المغرب بشكل غير معلن في جهودها الرامية إلى إيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع الذي طال أمده، والذي على أساس حل توافقي يضمن مقترح الحكم الذاتي. وأبرزت وول ستريت جورنال في هذا المقال موقف مسؤولين غربيين ومغاربة يؤكدون أن الولايات المتحدة تدعم المغرب بشكل غير معلن في جهودها الرامية إلى إيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع الذي طال أمده، وذلك على أساس حل توافقي. وكتبت الجريدة أن واشنطن دعمت والمغرب على العودة إلى طاولة المفاوضات وإطلاق دينامية الموائد المستديرة تحت رعاية الأمم المتحدة بحضور المغرب والجزائر وموريتانيا وكذلك جبهة البوليزاريو. وشددت الصحيفة على أن هذه الدينامية كفيلة بإحراز تقدم في هذا الملف، غير أن هذا التقدم تشير الصحيفة يتأثر اليوم بالوضع في الجزائر وباستقالة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كولر فيما مضى. من جهة أخرى، تطرقت وول ستريت جورنال إلى الجهود الهامة التي يبذلها المغرب لتعزيز التنمية في منطقة الصحراء ومن خلال استثمارات ضخمة في شتى المجالات لتنمية الأقاليم الصحراوية أو الصحراء المغربية على وجه كامل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.